مهمين جدا عشان النادي الاهلي يرجع ان شاء الله او يكون في الصداره مره اخرى. احنا عارفين المصري هو متصدر بطوله الدوري حتى الان، لان في مباراه حاليا شغاله هي مباراه الاسماعيلي وسموحه، وحتى الان الاسماعيلي بيتقدم على سموحه ب1-0، ولكن هو سباق موجود ما بين المصري والاسماعيلي. ان شاء الله الاهلي بيفوزوا في المباريات القادمه يتربع على قمه الدوري مره اخرى، ويكون هو ده الوضع الطبيعي والشكل الطبيعي. امامكم طبعا الاتوبيس الخاص او الباص الخاص بفريق النادي الاهلي متجه الى استاد القاهره، ملعب المباراه اليوم، وعوده للنادي الاهلي مره اخرى او فريق النادي الاهلي مره اخرى لاستاد القاهره. واعتقد ده كان مناداه من السنه اللي فاتت ان الفريق يرجع لهذا الملعب، اللي هو الملعب اللي يمكن على مر تاريخ النادي الاهلي في كره القدم كان بيلعب على هذا الملعب، ولكن طبعا لظروف خارجه عن اراده النادي الاهلي والدوله وكل والجهات الامنيه كان بيتلعب مبارياتنا سواء في برج العرب او استاد السلام، لكن عوده مره اخرى لاستاد القاهره. طبعا لازم من خلال طبعا الشكل الفني، وزي ما بقول لكم احنا بنغطي بشكل ثانيه بثانيه، بنحلل بنعلق على هذه المباراه من خلال طبعا نجوم كبار هيكونوا معانا في الاستوديو حاليا وتوقيت ده طبعا موجودين دلوقتي، وهنقدمهم مع حضراتكم. كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن ربيع، برحب بحضرتك. كابتن ربيع، اهلا بك يا فاروق، منور يا كابتن.